قضاء صلاة الفجر، يعني مثلا أنا دلوقتي لا قدر الله فاتني صلاة الفجر، هل أديها بسرعة قبل ما يأذن الظهر ولا سواء الظهر أو بعد الظهر؟ لا، أول ما تستيقظي. إيه؟ أول ما تستيقظي. شكرا الحمد. أول ما استيقظ. شكرا جزيلا، تبارك ربنا الرحمن. يبارك. اتفضل. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.